التعليم نحن في إطار يعني تنزيل واحد الورقة ديال الطريق اللي بغينا، خارطة ديال الطريق اللي بغينا التعليم يكون في المستوى ديال داكشي اللي بغاو الأساتذة وداكشي اللي بغاو كذلك الآباء باش التعليم يطلع في المستوى. معلوم أنه يعني في الطريق لهذا الشيء هذا كله كيكونوا بعض الإشكاليات، وكما قلت الحكومة نهار الخميس بأنه غادي نستقبل النقابات، وفعلا غادي اتفقنا معهم باش غادي نستقبلوهم نهار الاثنين ان شاء الله، ونتمنى على الله انه يعني الطريق تكون يعني انه نفتحوا الاوراش ديالنا باش يشتغلوا باش نلقاو حلول اللي تفيد الجميع، اللي تفيد التلميذ، اللي تفيد الاستاذ، وبلي كي يكونوا هاد جوج دولة كلها كتستفد يعني من هاد البرامج. فنحن جو غيست دائما، لان هذه طبيعتي انني نكون متفائل يعني في جميع يعني في هذه الاشكاليات اللي مطروحين، وغادي نلقاو معاهم وغادي ناخذوا الوقت ان شاء الله باش نجلس معاهم ابتداء من هاد الاثنين ان شاء الله. نتمنى على الله انه نتوفقوا في الايام المقبله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.